المخزن فاضي والاوتيل برضه ما فيهوش اي حد خالص، والكل بينكر انه شاف الخليلي قبل كده. يبقى عارف ان احنا جايين نجيب. مش مهم. المكان ده هو اهم مكان عندي. السيد الطحان يتحط تحت مراقبه 24 ساعه. هو ده اللي هيوصلنا للي احنا عايزينه. يلا. تمام يا فندم. المديريه خلص ورق البدلات وراجع، اجيب لك حاجه معايا؟ بدلين ثلاثه والنبي يا باشا الله يكرمك. بس كده انت تؤمر حبيبي. بقول لك ايه، لو عرفت تبعت حد يجيب لنا سندوتشات طعميه من المره اللي فاتت تبقى برنس البرانيس. بس كده يا باشا، من عينيا الاثنين. احلى سندوتشات كمان. تسلم يا صاحبي، بعد اذنك. اتفضل. من بنادل بتعلم. لو سمحت مكتب نقيب وائل نصر الله فين؟ تاني باب حضرتك على اليمين. شكرا. ادخل. صباح الخير. كلمتك كتير بس ما بتردش عليا. انا متاسف بس كنت مشغول شويه. هو انت حصل لك كده بسببي؟ ما تديش لنفسك اهميه اكبر من حجمك. انا الحمد لله ما حصلش حاجه وحشه يعني. ثم انا كنت كده كده عايز اتنقل. خير؟ انا اسفه بجد. اسفه بجد. طب انا بستأذنك بس لاني عندي شغل كتير جدا زي ما انت شايفه. ارجوك عشان خاطري اقبل اعتذاري. طيب لو ده هيخليك تسيبيني في حالي فانا اقبل اعتذارك. كويس كده؟ وإلا مش عايز اخسرك. الدرجات دي مش لاقيه مصادر؟ مش لاقيه مصادر يا لئيمه. مش مهم ولا تشغلي بالك. انت مزه أموره، أي حركتين تلاتة إغراء من بتوعك دول هتلاقي هطل كتير جدا غيري. وبعدين إحنا هنا عمري ما هقدر أفيدك في حاجة. إن أنا متحقق في أواضي هايفة وتافهة عمرها ما تكون من مقامك ولا تقدري تحققي فيها ولا تكتبي عنها. أنا غلطانة بس والله العظيم زياد اللي قال لي لو ما كتبتش اسمك على الموضوع هتزعل. أنت عايزة مني إيه؟ أنا اللي غلطان فعلا. أنا اللي المفروض أعتذر لك مش أنتِ. أنتِ في الأول وفي الآخر صحفية. لازم تجيب أخبار جديدة، فبركات صحفية، خبطات. حتى لو كان تمن ده إنك تيجي على إنسان ملوش أي ذنب غير إنه كان عقبة في طريق الحقيقة. حلو كده؟ حلو صح؟ أنتِ ممكن دلوقتي تقومي تروحي بيتكم تاخدي شاور جميل تنامي. استريحي من غير ما تحسي بأي تأنيب للضمير. بص أنا استعجلت وما فكرتش ونشرت اسمك على الموضوع مع إن أنت قايل لي ما نشرش حاجة عن الموضوع أصلاً. بس أنا مستعد أعمل أي حاجة عشان أصلح الغلطة دي. أنا مقدر مجهودك لحد هنا وتعبك معايا. رغم إن زي ما قلت لك من شوية عمري ما هقدر أفيدك من مكاني ده. أي صولة أو أمين شرطة يجيب لك أخبار أكتر مني 100 مرة. أنا بقى إذا كنت فعلا جاي هنا عشان تعتذري لي فنفترض جدلا إني قبلت اعتذارك. ده يفيد في إيه؟ ها؟ ولا حاجة. ولا أي حاجة. عشان كده أنا بترجاكي لو فعلا خايفة عليا ومش عايزة تأذيني أو تضريني تاني ولا عايزة تتصلي بيا ولا تجيلي ولا أقابلك صدفة حتى. لأن مجرد بس ما افتكرك بتضايق. اتفضلي. الو ازيك؟ الحمد لله كويسة. انت فين مختفي بقالك يومين؟ معلش اصلاني رايح البلد بكرة. ربنا يستر افندم. قصدي ربنا يسهل يعني. اصلي كنت محتاجك كده يعني علشان هفتح امي في الموضوع. اه وانت طبعا خايف تفتحها علشان هي مسيطره عليك وانت مستحيل تخرج عن طوعها وهي احتمال كبير جدا ما توافقش
صح؟ فانت عاوز مني ايه بقى دلوقتي؟ يعني كنت عايزك تسنديني كده او تزجيني زجه يعني. ازقك عشان تحسن موضوع انت متردد فيه؟ متردد؟ انا متردد؟ لا 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 لا، مين اللي قال كده؟ انا عارف انا عايز ايه كويس. انا دي حاجه للاسف انا اصلا مش عايزاها علشان اشجعك تعملها، ولو عاوزاها برضو مش هشجعك. ده انت اللي المفروض تلف وتدور حوالين نفسك عشان بس تقرب منها. انا عارف، بس يعني الظروف المحيطه حوالين الموضوع يعني مصعباها شويه. بقول لك يا رفيق، انا لازم اقفل دلوقتي. سلام. ليه كده؟ استغفر الله العظيم. صباح الخير. صباح النور. انا مش عايزه ازعجك، بس شايفاك بقالك يومين قاعد متضايق. بصراحة أنا مش عارفة ليه. أنا كويس الحمد لله. طب هو أنا عملت أي حاجة ضايقتك؟ اشمعنى أنت يعني؟ لا أبداً بطمن، ممكن أكون عملت أي حاجة ضايقتك وأنا مش واخدة بالي. لا اطمني. طب هو في أي حاجة ممكن أعملها ممكن تخليك مش قاعد متضايق كده؟ مدام حلا، أنت أول ما جيتي قلتي إنك مش عايزة تزعجيني صح؟ أيوه. طيب. طب بعد اذنك. اتفضلي. شكري. يا شكري. ايوه سعد. عم ابراهيم فين؟ موجود في العربيه سعد. طب اندهولي. حاضر. حاضر. عم ابراهيم. اهلا. ايه مالك في ايه؟ حبيبتي انا اخته، بس اللي اعرفه عنه مش كتير، مش اكتر من اللي ببقى عارفاه عن اي حد من زمايلي في الجامعه. انا قلت لك احنا ما تربناش مع بعض، وعلاقتنا تقريبا بدات من شهور مش اكتر، بس اللي اقدر اكده لك بقى ان هو شخصيه طيبه جدا، واكيد ما يقصدش اي حاجه وحشه. طب هو ليه بيكلمني كده؟ انا فاكره ان هو قال لك حاجه عني. حبيبتي في فرق كبير بين اللي اتولد كفيف وبين اللي فقد بصره في حادثه. اكيد بتجيله اوقات بيحس انه مخنوق ومش طايق حد حواليه. في الحاله دي احنا لازم نسيبه لوحده لغايه لما الحاله دي تروح لوحدها خالص ويرجع لطبيعته تاني، وساعتها بص ليه جاي يهزر ويتكلم معاكي عادي. يا رب يكون عندك حق. والله انا كمان بتمنى ان يكون ده السبب الحقيقي اللي بيخليك كئيب بالمنظر ده. ساعات بشك انه ممكن يكون اتعرض لمشكله او حادثه غير اللي انا عارفاه، بس بخاف اساله. بس انتي اخته. من شهور بس، قبل كده كنا اغراب. اشمعنى الصورة دي بالذات اللي بتحبها قوي؟ عشان الصورة دي مش مصنوعة، اللي صورها صورها كده وخلاص من غير رتوش، مع اننا يوميها بالذات كنا رايحين مرسومين قوي. وده معنى ايه؟ معنى ان الصورة دي حقيقية. هي دي حقيقة الحياة، معيوبة فيها مشاكل ما بتبقاش بتبرق. عشان كده الصورة دي بالذات بتفكرني بيهم اكتر من اي صورة تانية. سألت نفسك قبل كده ممكن يبقى رأيهم ايه في اللي انت بتعمله؟ لا، عشان رأيهم في اللي انا بعمله مش مهم،
المهم رأيي أنا.